السبب ديال هذا الاحتجاج هو ان هاد الناس مجوعيننا وموقفيننا وما مخلينا ما عطينا حتى شي حق من الحقوق ديالنا. من شهر 3 وقفونا ما عوضوناش، شهر 4 هكاك، عاود شهر 6 وقفونا ما عوضوناش، دابا وقفونا خدموا شي وخلاو شي، ما بغاوش يعوضونا وما كيهتموش بالعامله وما عارفيناش حنا شنو كن ما مسوقينش لينا ومخدمين شي ومخليين شي. هاد الناس هادو حاقريننا، شركات إينيمير اللي تصبير السمك مجوعه العاملات ديالها، حاقرين على العاملات، ما مرسميناش، ما عطيناش قيمه، كيعطيونا ابسط الحوايج اللي ما كنديروش كيديروهم لينا. هادوك الناس مجوعيننا وقاهريننا. من هاد المنبر كنطلبوا من المسؤولين يلتفتوا لينا، يشوفونا حنايا اشنو دايرين معانا هاد الناس، يلتفتوا لينا. الله يرحم الوالدين.